عبقرة الأصحاب ومباراة اتحسمت لصالح فريق الزيبق. الزيبق إلى دور الثمانية، ألف مبروك، 145 نقطة. فريق جودزيلا هارد لك 20. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. فضل يا جنى. جنى حسن، وهنشوف عجلة الحظ. والسؤال الأول، أيوة جنى محمد حسن مرسي، أختك جابت سويتش. عايش عايش. هدية لأخوها. يجيب اللي جيب. أخوها حبيبها. يجيب اللي جيب. سويتش يا جودزيلا، تحبوا يتسألوا فيه؟ تاريخ. تاريخ. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. تاريخ. والسؤال هو، في أي دولة إفريقية تم اغتيال الرئيس فرانسوا تومبال بي عام 1975؟ أول رئيس للدولة دي بعد استقلالها عن فرنسا 1960. هم عايزين محمد حسن مرسي اللي جاوب، مع ان الاجابه عند ايمن وعند نهال وعند مايك. ليه مش عارف؟ لا وعندنا كمان، بس انا مستني بقولهم في 15 ثانيه هناخدهم. عايز ياخد حقه ثالث متل. انا معاه الصراحه، ناخد. ليه لا؟ اجابتك يا محمد. تشاد. تشاد اجابه صحيحه. 20 نقطه، 165 الزيبق، جودزيلا 20. والسؤال الثاني، زقزوق. تفضل يا زقزوق. هنشوف زقزوق السؤال الثاني وموضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا زقزوق. محدش احسن من حد. الزيبق هم اللي اختاروا اللي هم عايزين. هم يختاروا اللي هم عايزين. ايه رايك يا كريم؟ رياضة. رياضة ماشي. رياضة. سؤال في الرياضة. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ دوس على البزر. رياضة. والسؤال هو، من هو الهداف التاريخي لمنتخب تونس في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم رجال حتى عام 2024؟ سجل 10 أهداف في 3 نسخ متتالية، 2004، 2006، 2008، وكان هداف نسخة 2004 بأربع أهداف. سانتوس. سانتوس. كريم جمال الدين، برافو عليك، إجابة صحيحة. 30 نقطة لفريق جودزيلا. جودزيلا 50، زيبق 165. السؤال الثالث، مدام جيهان. اتفضلي يا مدام جيهان. عيل الدعبس. لفة كاملة بعد إذنك. رياضة. سؤال في الرياضة ب 30 نقطة. دوس على البازر. رياضة. والسؤال هو، من هو أكثر لاعب هولندي مشاركة بالمباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2023؟ أنا بقول هولندي. ده أنا سمعت بولندي. طب الحمد لله. 125 مباراة مع 3 أندية. مش هقول لك الأندية إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مين بقى؟ سيدورف. لو مع ميلان واياكس ريال مدريد. سيدورف هو الوحيد اللي كسب البطوله مع 3 انديه. ايوه. انا ما قلتش اللي كسبهم، انا قلت ما هو لعب كتير. لعب مع 3 انديه. لعب كتير ولعب فاينالات ولعب كل حاجه. لعب مع اياكس ومع ريال مدريد ومع ميلان. ريال مدريد. ميلان نسختين. ويسي ميلان. محمد حسن مرسي، اجابه صحيحه. الله عليك. الفتى الذهبي لبرنامج العباقره. 195 زيبق، 50 جودزيلا. عمر حسن، تفضل يا عمر. السؤال الأخير في الحلقة، وهنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا عمر. سؤال في الرياضة لفريق جودزيلا ب 20 نقطة. رياضة. والسؤال هو، نادي كان الوحيد الذي لم يهبط لدوري الدرجة الثانية بألمانيا في كرة القدم حتى عام 2018، فما هو؟ طب استنى. فيردر بريمن. لا
استنى يا كريم، إجابة خاطئة. مش هقول ولا معلومة بقى خلاص. هامبورغ. هامبورغ ما غابش من بوندس ليجا من 3 سنين من 1963. هامبورغ طبعا إجابة صحيحة. 215 فريق زيبق، 50 جودزيلا. جودزيلا ودعته البطولة، ولكن المشاركة كانت مهمة وانت فاهم قصدي كويس يا كريم. المشاركة هي خبرات أكتر، وفريق جودزيلا أكيد النهاردة ما كانش يومكم. يعني سؤال هامبورغ ده أنا متأكد أنك لو ركزت شوية أو لو مركز هتعرف تجاوب صح، ولكن خلاص. فريق الزيبق ما شاء الله عليكم، 215 نقطة، ده سكور مش سهل. أفضل لاعب في ماتش النهاردة الفتى الزعج محمد حسن مرسي 75 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة في حلقة النهاردة 265 نقطة، ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي 5765 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فريق زيبق ألف مبروك إلى دور الثمانية. أول المجموعة اتحسم لصالح فريق كوميكس أصحاب العلامة الكاملة 9 نقاط. الزيبق طبعاً أصحاب الست نقاط، برافو عليكو. كان ماتش مش سهل، ولكن كنتوا جاهزين ومستعدين، ألف مبروك. ولكن طبعاً اللي جاي أصعب. أكيد أكيد أصعب. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.